الى تقيل العب سافر بالليل بالهوال هنوبا اخي ولا بشام تقلبا الى تقيل العب سافر مسلم الليل هفضا اخي ولا بشام تقلبا الى تقيل العب سافر بقيت بيه والحي على افتح لي بابا فيه وطن سافر ويورينا خيرات كل فن وصدين من اصاف دن سافر يسوي اللي وين هفض الناخي ولبشام تقلبا الى تقيل العب سافر قد يا اخوي اشوف كيف الزمن اشوف سنين وتقلبنا سافر مزام وتركب الناس لا حكام فنايم فن يا فن سافر يسوي الليل هرب النافي هو الشام تقلبا إلى تقيل الليل عم سافر ونظر خيول الماتر فوق المدين اللي صافر سافر جملة مريدين هبر شرك الحدود هبر سافر يسوي الليل هرب النافي هو الشام تقلبا إلى تقيل الليل عبا سافرا هبا نسيم من مطر من البحور الماثل سافرا بمكاسيح الليل صرنا من المشال ما دبر سافرا يسوي الليل هبا النافي هو الشام تقلبا إلى تقيل الليل عبا سافرا كبا مكابد ناشرا حظ الضريح الماشرا سافرا فوق ريح نسيم من وبن كرن كسان الطريق ليتنا كرن سافرا اللي ويل هرب النافي هو الشام يقلبا إلى تقيل الليل عبا سافرا الحلي براق الشروق سهر بتباح ما نلوك سافرا ويزاكرين أمره السوق والنايمين لهم في روك سافرا الليل هرب النافي ولا بشام يقلبا إلى تقيل الليل عبا سافرا سوق دمير كوب نادن في زمان سايق رفا أبابور أريرن نارن شنو شنا في بطن شن سافر الليل هنوبا في أولى الشام تقلبا إلى تقيل الليل عبا سافر قد سوق دمير كوب نادن في زمان سايق رفا والليل ريرن نارن شنو شنا في بطن شن سافر الليل هرب النافي ولا بشام تقلبا إلى تقيل الليل عبا سافر بعض الظلام لدى البريد كيف الشهود حلال ولي سافر إلى دير المشمر ومن درجة فالمنام لذات فريد سافر الليل هرب النافي شام يغلبا شلا تقيل من عبا سافر وي بعض الظلام نزل البريد يبا الشبود يحلال من سافر إلى دير المشمر ومن درجة فالمنام لذات فري سافر يسيب الليل هرب الناقي ولا بشام يغلبا إلى تقيل عبا سافر لقالوا الخبر فوق اليبان المرتين البريشة سافر أذكرني مربوع الجلال يا الرسول مالك مثال سافر سيف الليل هرب النافي والشام يقلب إلى تقيل عبا سافر لقالوا الخبر فوق اليبان المرتين البريشة سافر ذكرني من ربوع الجلال يا الرسول عليك مثال قالوا الخبر فوق الجبال المرتين المريشة قالوا الخبر فوق الجبال المرتين المريشة ذكرني من ربوع الجلال يا الرسول عليك مثال عبد الظلام نزل المريشة كيف الشروط يحضر فيها دايرا نشمل من درجة يا فالمنام للذاكرة دايرا نشمل من درجة يا فالمنام Yeah.
شريا يا مرة. أنا إحنا الحقيقة يعني في السودان ده العنصر العربي مع العنصر الزنجي ده بيخلينا ننفعل جدا مع أصوات النوبة والطارات والذكر. يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى إن فضه علينا إن جعل في هذا السودان يعني أرضية خصبة جدا جدا لنشر هذه المدارس النورية. اولا الطبيعة ذات مساعدة، يعني مشايختنا دي تلقاهم مكركرين فوق رؤوس الجبال وفي شعاب الاودية المناطق اللي هي بعيدا عن ضوضاء الحضر ومشغوليات المدنية دي الزائفة. يعني لولا ان الله سبحانه وتعالى يعني طلب من الناس ان يمشوا في مناكب الأرض ويأكلوا من رزقه ويعني يدبرون معاشهم، وإن كان هذا لا يتناقض مع السير إلى الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضوان الله عليهم كما وصفهم الواصفون فرسان نهار ورهبان ليل، فرسان بالنهار ورهبان بالليل. رهبان بالليل بمعنى أنهم كانوا يتجردون لعبادة الله سبحانه وتعالى، أما إذا حزب الأمر ودعا الداعي يا أخي إلى الله اركبي فهم أهل الهمم العاليات المعروفة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الذين وضعوا لنا هذه اللبنة الأصيلة من الجهاد في سبيل الله تعالى. يعني جهاد ونية، وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر كما ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ساداتنا ديل جاهدوا أنفسهم جهادا كبيرا، ويعني وقفوا حجر عثرة بين عباد الله وبين إبليس ووساوس الشيطان، يعني قطعوا الطريق على الوسوسة لأنهم غرسوا في مريديهم حب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام وحب الصالحين من عباده وحب من يحب الله ورسوله وحب التقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل، يعني من قيام وصيام ومداومة على الحضور والاستحضار. طبعا ترد بعض الألفاظ من السريانية نحن طبعا ما بنفهمها، معروف جدا إن كمان ساداتنا ديل حاجة اسمها الترجمة، الناس بترجموا ويعني يتكلموا اللغة أقرب ما تكون حسب وصف الناس لها بأنها يعني نقول يقولوا سريانية، ولهم في ذلك مشارب في كل البقاع وكل الطرق، بالذات أهل اللالوب الناس اللي بيجردوا اللالوب ديل ويوردوا عدد 70,000 لا إله إلا الله كلمة التهليل خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ويضبقوا مرات الناس يعني يبارك الله لهم في الأعمار وفي الأوقات وفي الساعات وفي الساحات وفي الأرواح، وعندهم أشواق يعني إلى محبوبهم الأكبر الأعظم حب الله سبحانه وتعالى اللي هو ذا يعني غاية الحب، وحب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقربهم إلى مرضات الله وإلى نيل الفوز بهذه الدرجات. يا صاح هم درجات عند ربهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. من ضمن الحاجات الانسان يلحظها في هذا القصيد، طبعا المداح مديح الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام تلقاهم بكامل زيهم، يعني ما في مانع انهم يكونوا لابسين العمائم وكذا، ولكن في القصيد لازم يكون بالطواقي. حتى الزور كان جاي يقول، يعني كان مادح بيمدح كده، ده لما جاء اذا كان ده يعمل قصيد في مدح القوم يخلع، يعني كانما يتجرد. وطبعا المسألة دي يعني دي اساليب درجوا عليها واداب محفوظة متواترة وموروثة عن أئمة هذا الضرب من القصيد، يعني معروف. بمناسبة العمائم دي، أنا يعني أعتب على كثير جدا منا أحيانا، يعني نستعمل كلمة يعني نخلع القبعات في احتراما لفلان أو فلان. والله نحن ما قاعدين نلبس قبعات أيها الأحباب، نحن نلبس هذه العمائم، وإذا خلعناها فنخلعها احتراما لمشايخنا ونوع من الأدب والتواضع والانكسار الذي يقود الإنسان ويعلمه الانكسار والتواضع لله ولرسوله وللمؤمنين. نستمع إلى أولاد الشيخ الطيب الميرينديل في المدحة الثانية، أظنها تكون عن أبونا الشيخ البدوي. بالمناسبة يعني الخليفة الشيخ أحمد البدوي المندور، يسمى المندور، والذي قتل هيكس باشا وجاء بأسلابه للإمام المهدي هنا بعد تحرير الخرطوم، ودي حاجة معروفة في التاريخ. يعني أبونا الشيخ أحمد البدوي المندور، أظنه أهل الديوان دي فيها ذكر ساقيت البدوي رضي الله عنه. نستمع لها ونعلق إن شاء الله ونواصل. تفضل. والسلس الزوال طلعوا للجبال يمنا خبر اليمن ولا سلس الزوال طلعوا للجبال يمنا خبر اليمن ولا سلس الزوال طلعوا للجبال يمنا خبر اليمن ولا سلس الزوال طلعوا للجبال يمنا خبر اليمن ولا شالوا هبر فرعوا سنين الله ما خبر اليمن ولا
سمر اصبح مبسوط يضحك وينسر اليمين والعام. ودش سبل صلوا الجبال يمين وخبر اليمين والعام. وقالوا مطر تلعب الحرق قالوا خبر اليمين والعام. ودام الليش وسيدو خبر حراط مشيد تلعق شبر اليمين والعام. ودش سبل صلوا الجبال يمين وخبر اليمين والعام. سبع المطر تلعب الحرق قالوا خبر اليمين والعام. والعام اللي يشوف سيدو خبر حراط نشيد تلاقى شبر اليمين والعام. شبر صلوا الجبال يمين وخبر اليمين والعام. سدوا امه قطعوا نقضوا ضروا لموا اليمين والعام. جمو ضيق موتو جرعات دمو اليمين والعام. ودش سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. شدون اقطو لدي هدي بصبصو سقطو اليمين والعام. يهو طربطو في ظلام الليل ضيقين وقطو اليمين والعام. ودش سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. ضيق اللون المسكن ابو خلا اللون يمين والعام. عذاب الموج جنيات جبل دهريها خيوط يمين والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. ايق اللون المسكن ابو خلا اللون يمين والعام. عذاب الموج جنيات جبل دهريها خيوط يمين والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. قالوا جنيات الرايد ليش ما كل فات من والعام. قالوا نسيم قبل الاوقات محسوس وزم دمع وشتات من والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر من والعام. قالوا جنيات الرايد ليش ما كل فات من والعام. قالوا نسيم قبل الاوقات محسوس وزم دمع وشتات من والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. أمر أقول فراس في كل تركاب تنقل هراس يمين والعام. أمن جبل مزار نزل القناص حتوب وحتصلحوا أبو الناس يمين والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. أمر أقول فراس في كل تركاب تنقل هراس يمين والعام. أمن جبل مزار نزل القناص حتوب وحتصلحوا أبو الناس يمين والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. أقامت أبو ولد الخامر بلدا يمين والعام. أقام مسندا شريان بدا يمين والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. أقام بدر وعال الغفل رعا يمين والعام. أتندح فرع العاصم ضرعا يمين والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. الأخابر قريبة وعالم قلبها لمن والعام. طمم هربا في الظلم ربا لمن والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. لصالي جبل وحلحل يسلا لمن والعام. ترتلى جلل بشرق عسلا لمن والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. لصالي جبل وحلحل كسلا لمن والعام. ترتلى جلل بشرق عسلا لمن والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. لذاكب قول صلوات دور لمن والعام. وشفيع الهلع على كون رسول لمن والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. لذاكب قول صلوات دور لمن والعام. وشفيع الهلع على كون رسول لمن والعام. سبل صلوا الجبال يمين وحمر اليمين والعام. جزاكم الله خير. انا حقيقة اعتذر لانه اراد الله سبحانه وتعالى في ان تكون الديوان دي اللي قدمناه قبل في مدح ابونا الشيخ احمد البدوي المندور تكون هي ان شاء الله يعني مسك ختام هذه الحلقة. لكن الثلث السبل يعني انا نسيت الحقيقة اقدم. على كل حال كل قصيد يعني له معان ضاربات في القلوب
المشتاقة إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، والجلوس على هذا البساط في الصلاة على رسول الله وأنا جليس من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هذا كله للاقتداء. شوف القصاد ديل يعني هم ذاتهم مسخرين لنقل هذه الدعوة، يعني هم ذاتهم ذايقين عسل هذه العسال وهذا حلاوة الذكر. وطبعا الإنسان في ذهنه شيخه لما أثناء ما ترد يعني مثل هذه المعاني الدقيقة في أنه الشيخ سوى كذي وسوى كذي، وطبعا كل الكلام عن الذكر وجرد اللالوب، بيتذكر أحوال مشايخته، يتذكر يعني اجتهادهم إرشادهم، فمرات ذاته يعبر عن هذا الوجد الكامن في قلبه، وينتقل هذا الوجد من بصوت القصاد ديل للسامعين، وبعد ذاك هم يعرفون تماما أن يحركوا السامعين حتى في حلقات الذكر. احنا طبعا هنا دا مقيدين بأننا نقعد كذي، لكن المريدين في حلق الذكر يعني يحصل لهم هيام وويد، وبعد ذاك يعني يعبرون كل حسب يعني وضعه عن هذا الوجد المصاحب لهذا الذكر، وكل تعبير عن الشوق والارتياح وطمأنينة القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس بيقولوا كيف يعني يتنافى هذا مع ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الطمأنينة في القلب، الطمأنينة في القلب نعم، ولكن يعني إذا حنت الأرواح شوقا إلى اللقاء نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى، يعني صحيح تستقر السكينة في القلب، ولكن الجسم باعتبار أنه سجينة هذه الروح في قفص الجسم تحن إلى مكانها الأول في عهد ألست بربكم في عالم الذر، يعني دار تنطلق من قفص الحيوانية والشهوانية وهذه القادرات البشرية، تنحل من هذا الجسم لأنه جسم قطع شك هو قيد لهذه الروح وفيه ما فيه، وإن كان إذا طهرت الروح كمان يطهر الجسم، وأكثر شيء يركز عليه هؤلاء المشايخ القلب، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين تطهرت قلوبهم من دنس الرجس، زي ما قال جل الكأس ساقي القوم في حضرة القدس، فلاحت نجوم الأنس في حضرة الشمس وأسكرت الأرواح من قبل ما بدت بها صور الأشباح في عالم الحس، صفت وصفوا حين اصطفاهم حبيبهم لمشروبها قبل التعين بالغرس، فما هي من حبات عنقود كرمة تخامرها بالعصر يوما يد اللمس، ولا هي من جزء قام من جسم عنصر، ولا هي من نوع، ولا هي من جنس، وتشتاقها الأرواح والنور ساطع وفي وصفها أهل الفصاحة كالخرس، عسى يصفر الغوري منها بنهلة تكون له أحلى من الملك والكرسي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من شراب الوصل الذي سقي منه ساداتنا الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى، من أمثال صاحب السيرة العطرة أبونا الشيخ محمد الهميم عبد الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وخلفائه وأبنائه وذريته المباركة ومريديه المنتشرين الحمد لله، يعني زواياهم يمكن أنا ما أقدر أحصيها عدا، يعني في كل صقع وفي كل مصر وفي كل يعني بلد هم منتشرون الحمد لله، ما زالوا على عهد آبائهم الكرام في ملازمة الصلوات والأذكار والأوراد والسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا حسيسا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من محبيهم ومن مريديهم ومن متشرفين بخدمتهم، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في بقعة مباركة من بقاع النور المنتشرة في قطرنا السودان الحبيب،
الذي يعني كثير من الناس يقولون إن حفظ السودان حفظ الله سبحانه وتعالى للسودان وللسودانيين ببركة هؤلاء الصالحين، لأنهم طبعا ببركة القرآن الكريم. أساسا هم ما أتوا وما انتشروا إلا لينشروا كلام الله سبحانه وتعالى تحفيظا ومدارسة وعملا بمقتضاه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته التي لا يكتمل إيمان المرء إلا بها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الطريق الذي نسأل سبحانه أن يحفظ به بلادنا ويحفظ به العباد ويحفظ به ذرياتنا ويحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين في هذه الأزمنة التي كسرت فيها الخبائث والانحرافات. ولا شك أن الإنسان إذا التزم طريق الله سبحانه وتعالى على وفق هذه المناهج وهذه المدارس لتزكية النفس يكون في الصف السالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا في دعائكم الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع إلى أهل الديوان ساقي التبون الشيخ البدوي. تنجان البيض وقريب عمر والهم يني لتايت مرحبتي مال الديوان.
النيل الأزرق الفضاء يتسع للتميز. تحية لكل متابعي شاشة قناة النيل الأزرق في كل مكان، متابعي برنامج بيوت وحكايات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إطلالة جديدة من البرنامج تأتيكم من أم درمان، تحديدا المهندسين. نحن اليوم في استضافتنا أسرة الأستاذ الإعلامي حسن مصطفى صالح، من أوائل الذين ساهموا في انتشار الأغنية السودانية في العالم. نحن اليوم في داخل منزله، سنروي لكم حكايته وأيضا حكاية أسرته العامرة بأم درمان المهندسين. أهلا وسهلا ومرحب به وبرحب به جدا. أهلا بك. إحنا أساسا أسرة تنحدر من الوصول من بربر، لكن اتولدنا وعشنا في مدينة الحصحيصة ودرسنا مراحلنا الابتدائية في الحصحيصة، فكنت خلال طفولتي أو مع بداية وعيي مقرم بسماع الأسطوانات. وكان في الفترة ديك من النادر تلقي شخص يمتلك جهاز بيكاب، فكنت في المدرسة وأنا عندي بيكاب صغير بحب أستمع دائما للأسطوانات اللي بتظهر في الأسواق باستمرار. و عشت الفترة اللي هي فترة الدراسة الابتدائي بسمع بصورة جيدة يعني، وكونت مكتبة من الأسطوانات، كنا ناخدها معنا دائما في رحلاتنا. كونت مكتبة، كان عمرك كم؟ تقريبا 10-12 سنة من أنا صغير. ووصلت الدراسة وأنا برضو